مع اقتراب شهر رمضان الكريم تم الإعلان عن افتتاح أكثر من 100 معرض من معارض أهلا رمضان حتى الآن في كل المحافظات المصرية. المعارض دي فيها خصومات بتوصل نسبتها من 15 لغاية 30%. يمكن كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية حلقتنا عن معارض أهلا رمضان. خلينا نعرف تفاصيل أكثر. معانا على الهاتف دلوقتي دكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. كل سنة وحضرتك طيب. طبعا صباح الخير يا فندم، وكل سنة ومصر طيبة يا فندم. شكرا لحضرتك. السلع اللي بتشملها المعارض المنتشرة اللي تم تدشينها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، إيه الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان في السنة دي تحديدا، وإيه الجديد اللي موجود؟ يمكن الموضوع نرجع لورا شوية، لأن الشغل كان بقاله فترة. طبعا دي كانت توجيهات من فخامة الرئيس بتوفير أجود السلع بأرخص الأسعار، والأهم في كافة ربوع مصر. فدولة رئيس الوزراء شكل مجموعة عمل، معالي وزير التموين، معالي وزير التجارة والصناعة، معالي وزير الزراعة، وزير التنمية المحلية. فالمجموعة بالكامل في شراكة تامة للحكومة والقطاع الخاص، ابتدينا في الأول منافذ في عواصم كل محافظة، 27 محافظة، ثم بدأنا نتوسع في المراكز الرئيسية في كل المحافظات. يمكن النهارده وصلنا ل 107، مش 100 بس، وان شاء الله سنستمر في افتتاح منافذ اخرى. الاهم السنه دي الساده المحافظين مشكورين، مش بس وفروا الاراضي والكهرباء والنظافه والحراسه، وفروا مساحات للتخزين. احنا قبل كده كان بيحصل ان احيانا بيحصل تهافت، ففي سلعه بتخلص على ما نبتدي نحلها ونجيب مكانها كان بيبقى في نقص. السنه دي الحمد لله في اماكن للتخزين، وبالتالي طول الوقت السلع متوفره بكافه انواعها بكافه الكميات. الى جانب هذا، دوله رئيس الوزراء ومعالي محافظ البنك المركزي كان في اجتماع امبارح، سيتم توفير مليار و300 مليون دولار لتوفير العمله للافراج عن مستلزمات الانتاج والسلع الاساسيه. دي ما هياش الحاجه اللي هتعجل، ولكن انا الميزه عندي ان السلع دي موجوده في المواني، وبالتالي انا بفرج فورا وهتخفض لي الاسعار، لان الافراج ده هيبقى بالسعر الرسمي للدولار. وبالتالي من هنا لحد رمضان هنلاقي انخفاض مستمر في الاسعار، ابتدينا نشوفه دلوقتي في اسعار الجمله، وبيتزايد يوم بعد يوم لما بيسمع في الاسعار التجزئه. تمام. في نفس الوقت احنا بناخد السلعه مباشره من المنتج والمستورد الى المنفذ، فبالتالي بوفر تكاليف الشحن المتكرر. بالظبط. بوفر التكاليف لتاجر الجمله وتاجر نصف الجمله، فدي بتديني خصومات اضافيه. بالظبط. الحمد لله قادرين نوصل لاقل من 30% من اسعار السوق الساريه، واللي عاوز اكد عليه ان السلع الموجوده في المنافذ هي نفس السلع الموجوده في كافه ربوع مصر. طيب انا عندي سلاسل تجاريه فيها اهل رمضان، وعندي مجمعات استهلاكيه سواء مجمعات وزارة الدفاع، الداخلية، التموين، التنمية المحلية، دي يعني فروع هامشية أو فروع أصغر، وعندي المعارض الرئيسية بتاعت أهلا رمضان. الفرق بين كل حاجة من دول إيه؟ مفيش أي فرق، نفس الأسعار ونفس السلع، الفرق بيبقى يمكن عدد المعروضات وحجم المعروضات. النقطة كلها هي شراكة تامة للحكومة والقطاع الخاص، كافة آليات الدولة مفعلة، القطاع الخاص واقف في ظهر الدولة وفي ظهر المواطن، الجميع بيعمل كمنظومة متكاملة. عندنا فوق ال 2000 قافلة متجولة بتروح القرى والنجوع عشان أوصل لأبناء مصر في كافة أماكنها. احنا مغطيين من حلايب لمرسى مطروح للعريش، وكل يوم هناك افتتاحات جديدة، معالي المحافظين مع السادة رؤساء الغرف بيقوموا بافتتاحها. انما ده بيتكامل كله مع بعضه، وهي نفس السلع بنفس الاسعار. طيب دكتور، حضرتك ذكرت خلال حديثك انه متوقع انه يحصل انخفاض تدريجي في اسعار السلع الغذائيه قبل شهر رمضان وخلال شهر رمضان، بما انه هيتم الافراج عن السلع الغذائيه اللي موجوده حاليا في الموانئ بالفعل متواجده زي ما حضرتك ذكرت، وبالنظر ل نسبة الخصم الموجودة في معارض أهلا رمضان اللي هي بتقل حوالي 25-30% عن الأسعار الموجودة حاليا، سؤالي لحضرتك يا فندم، هل مع انخفاض الأسعار في السوق بره هتنخفض أيضا الأسعار
وهتنعكس في السلع الموجوده في معارض اهلا رمضان بنفس نسبه الخصم؟ معارض اهلا رمضان هي بتقدم خصومات من 15 ل 30% على حسب نوع السلعه، اقل من سعر السوق. يعني لو السعر السوق انخفض هتنزل معاه. والدولار بينزل بيسمع في اسعار الجمله خلال اسبوع تقريبا، بعدها باقل من اسبوع يبتدي يسمع في اسعار التجزئه. طب مع نزول الدولار اللي نزل نزله جامده جدا في الفتره اللي فاتت، وعلى حسب نسبه المكون الاجنبي في السلع، يعني انا عندي سلع مستورده بالكامل زي الفول زي الزيت، دي هيبان فيها الاثر جامد جدا. تمام. في سلع نسبه المكون الاجنبي 15 20%، وبالتالي الهبوط هيكون اقل، ولكن هو لما بشد اسعار السوق كلها الى اسفل السلعه البديله لازم تنزل حتى لو ما كانش في سبب لنزولها. تمام. طيب اضمن منين ان بعض تجار التجزئه يخش ياخدوا بضاعه بشكل كبير، فده يضر بالمواطن اللي المفروض ان هو يستفيد بهذه السلعه، وخصوصا انك بتقول ان يعني هي بتقل بنسبه 30% لان هي بتيجي مباشره من من المصنع او من الجهه المصنعه. دي بقى بنمسك العصايه من النص. احنا مع الساده المحافظين ومع مدير الامن مانعين اقتراب، مش بس انتظار، اقتراب عربيات الربع نقل والنص نقل، لان ده اللي شفنا دي الاليه اللي كان بياخدوا بيها البضاعه. في نفس الوقت ما ينفعش واحد يدخل ياخد 5 كراتين زيت، يعني ده ممنوع. ولكن احنا بنراعي ان اللي جاي يشتري جاي من قريه رايح المركز يشتري. ما هو ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، انا جاي مثلا وجايب لقرايبي، جايب هعرفها ازاي؟ حضرتك يمكن الخبره بتاعه مديري المنافس بيبان مين اللي جاي يشتري للعيله كلها، لانه بيشتري التوليفه كامله من احتياجاته. التاجر بيجي يشتري الحاجه اللي عليها الخصم العالي جدا. فلما بلاقي واحد جاي داخل على السلع ذات الخصومات العاليه فقط، ده تاجر. اللي جاي بيشتري التوليفه بتاعه احتياجات الاسره حتى لو كميه كبيره، انا براعي ان ده جاي بيشتري لاولاده لجيرانه لاخواته، وهو جاي من قريه مأجر عربيه عشان يشتري المجموعه بكام. يعني دكتور علاء، دي نقطه طبعا مهمه جدا، خاصه انه احنا داخلين على شهر رمضان، وفي ناس يعني اللي بيبقوا حابين ان هم يساعدوا في شهر رمضان بيقدروا يعملوا كراتين رمضان، الناس دي برضو بتروح تشتري كميات، فهل لا ده حضرتك احنا السنه دي لغينا كراتين رمضان كمبدا لسببين. نمره واحد، الكرتونه لوحدها فيها 15 جنيه كرتون. المواطن اولى ان هو ياخد سلعه بهذا، بس في ناس بتنزل يا فندم هي بنفسها تجمع المكونات بتاعه الكرتونه. اقول لك اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا كغرف من موارد الغرف بنطبع صكوك مؤمنه، ودي بتتسلم للاولى بالريعه من خلال الساده المحافظين بناء على الداتابيز البنك المعلومات بتاع وزاره التضامن اللي عارفه مين الاسر الاولى بالرعايه. فدي يعني لا جدال فيها، وما بنوزعش كراتين. المواطن من حقه ان هو يشتري، لو انا عاوز اجيب لبن، عاوز اجيب جبنه، انا ليه حسب احتياجه، زيت ورز. يعني النقطه ان المواطن من حقه ان هو يشتري اللي هو عاوزه، وهي اسهل حتى في التوزيع. بالنسبه للمواطنين او للشركات اللي هم عاوزين يوزعوا، وزاره التموين عامله نفس القصه، بتدي صكوك مؤمنه وتوزع، وبيقدر ان هو يستبدلها يا اما من المنافذ او من المجمعات. صكوك مؤمنه يا فندم بمعنى انه بيبقى بقيمه معينه توزع ويشتري بيها اللي هو عايزه. احنا عاملين صكوك ب 100 و200 و500 على حسب الاسلوب التوزيع. صحيح. على اي حال جهد مشكور من الدوله المصريه، بتتكاتف في كل الاجهزه، بتتكاتف في منافذ، من منافذ الداخلية أمان، من منافذ الدفاع وطنية، من منافذ وزارة التنمية المحلية، التموين، السلاسل التجارية الكبرى اللي مشاركة وفيها بارتيشنز أو يعني قائمة معروضات لأهلا رمضان، الفروع الكبيرة لأهلا رمضان اللي منتشرة في جميع ربوع الجمهورية، جهد كبير من الدولة المصرية في وقت أعتقد أن هيبقى فيه الإقبال غير أي سنة فاتت على معارض أهلا رمضان. بنشكرك دكتور. حضرتك نسيت جهة هامة جدا دكتور. يا فندم، وهي الإعلام. أيوه الإعلام. احنا مجرد وسيط بتوصيل هذه الرساله. بالزبط. لان يا فرحتي ان انا عملت المنافذ وما وصلتش للمواطن المعلومه انها موجوده. صحيح. فاحنا بنقدم بالشكر للاعلام بكافه الياته للدور الهام والقومي اللي بيقوم بيه. احنا بنشكرك يا دكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجاريه. شكرا جزيلا لحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب.